اتفضلي مع حضرتك اهو يا فندم. الو، اتفضلي اتفضلي يا يا فندم فندم. ومع اهلا وسهلا. حضرتك اهو الشيخ مصطفى. انا حلمت اني انا في مكان وشفت واحد راجل كبير طويل كده وعريض قوي، عامل زي ضابط عسكري عايز يأذيني. وبعدين رحت جارية منه ومشيت، بصيت لقيت نفسي في مكان زي قسم، وقاعد جنبي واحد، بصيت لقيت الراجل ده طلع لي وبيقول الأوضة دي فين، بينده على واحد هاتوها دخلوها لي وكله شر. بصيت لقيت اللي قاعد جنبي واحد راح شايلني ورماني من الشباك اللي جنبي يا ساتر. في الدور الثامن، وانا نازله حاسه ان انا هموت. نزلت على الارض بس لقيت نفسي قايمه بجري، وهو بص عليا راح نازل يجري ورايا. فضلت اجري 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 مسافه كبيره لغايه ما لقيت باب في شارع، رحت داخله على الشارع وفضلت اجري اجري. بس قمت بقى في ساعتها من النوم، كان الاذان بيت، قمت مفزوعه جامده قوي. استاذه زينب، حضرتك بتتعرضي الفترة اللي فاتت دي لظلم أو كرب شديد؟ أسأل الله أن يفرج عليك هذا الكرب، واعلمي أن الله معك، وجود الضبط والربط اللي موجود، فإن شاء الله رب العالمين ربنا هيرد عليك أو يرد لك مظلمتك. شكرا يا زينب.